للسلطات المحليه ربما الاسبوع هذا. نعم جماهير غفيره جدا حكيم شاهد. شكر للمسؤول الاول على الولايه باش عطاه مراتب وراتبين. صحيح راتبين لشهرين. دون غير ميزانيه ولايه يعني وكان فريق ومدينه تاع كره حكيم. مدينه كره صح مدت كثير من اللاعبين للفريق الوطني واليوم حتى عندهم كره جميله نظن عندهم حظوظهم ما زالت قائمه.